أهلا بك أستاذ طلب الصانع، وأبدأ معك من النقطة التي طرحت في بداية هذه التغطية، وهي الدعوات لعزل أعضاء كنيست قد لا يرقى رأيهم أو لا يلقى إعجاب الآخرين في هذا الكنيست الإسرائيلي. مساء الخير لك وللمشاهدين. بالرغم أنه حقيقة الأخبار لا تحمل أي خير، وإنما تحمل أبشع أخبار مأساوية إجرامية، ما حدث من قصف لمستشفى المعمداني في قطاع غزة وجريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة. وإذا كانت هنالك فشل أمني وسياسي في إسرائيل، فينضم الآن لفشل أخلاقي رهيب قد يكون ليس فقط لإسرائيل وإنما للمجتمع الدولي الذي يرى ويراقب القصف الذي يستهدف مدنيين. يعني نحن قلنا وشجبنا واستنكرنا استهداف المدنيين في شدروت وفي بيري وكل أفقيم وغيرها، ولكن لا نرى أي فرق. بالعكس، عندما يكون هنالك إمكانية لدولة تملك الإمكانيات والتكنولوجيا المتطورة يتم قصف مستشفى، برأيي هذا تجاوز لكل الخطوط الحمراء. وأنا لا أرى بأنه يعني دولة تمارس ذلك، يعني مصر عندها قضية محاولة قمع الحريات واستبعاد كل من يحمل رأي آخر، سواء سياسي أو محلل سياسي أو مواطن عادي. الاختبار الآن في اختبار ديمقراطية أي مجتمع في التحديات في الظروف الصعبة. ندرك أن المجتمع الإسرائيلي يعيش ظروف صعبة وصعبة جدا، ولكن هذا هو الاختبار الحقيقي للمنظومة القيمية التي يلتزم بها المجتمع أو تلتزم بها الدولة. هو اختبار بتقديراتك أستاذ طلب الصانع، لكن قبل قليل أستاذ جعفر فرح وفي حديثنا قال إن هناك قرار فعلا أن يتم التعامل مع غزة أولا والجبهة الداخلية والمجتمع العربي ثانيا بهدف نزع الشرعية عن أي عمل سياسي. هل تراها أو ترى الأمور ذاهبة في هذا المساق؟ بشكل عام المجتمعات المأزومة تقوم بإسقاط الأزمة على الأقليات التي تعيش داخل هذه المجتمع، والمجتمع الإسرائيلي هو مجتمع مأزوم. أنا في مجموعة تسمى برلمان السلام التي هي يعني تشمل ما يقارب 70 وزير وعضو كنيست سابق يؤمنون بالسلام، يعني نخبة رجال السلام في إسرائيل. وكان هنالك حديث عن صدور إصدار بيان مشترك، وكان التطرق فقط للألم والمأساة المدنية في الجانب الإسرائيلي وتجاهل كلي للمأساة المدنية في الجانب الفلسطيني. هذا يعكس حالة من الأزمة الحقيقية، وبالتالي تداعيات هذه الأزمة هي قادمة بكل تأكيد. نرى ملامحها الآن في الاعتقالات لكل من يعبر عن موقف ليس مؤيد وإنما وجهة نظر ضد اعتداء المدنيين، ضد قصف البيوت المدنية. سيد طلب الصانع، اسمح لي بالمقاطعة. سنعود الآن إلى مدير مكتب مساواة زاهر الكاشف في قطاع غزة والتحديثات والإحاطات من الميدان، خصوصا وأن الحديث بحسب المعطيات الرسمية عن 500 شهيد جراء قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني. نعم أمير، مساء الخير مرة أخرى. لا يزال التحديث في الأرقام مضطرد، وصل هذا الرقم حسب آخر تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة. نعم. أن الأرقام تجاوزت 500 شهيد، وأشار أيضا مسؤول الدفاع المدني بأن الدفاع المدني عاجز عن تنفيذ استجابات نداء وإغاثة لبعض المناطق المحيطة بالمكان. كذلك أعلن رئيس اللجنة العليا للإسعاف في غزة إياد زقود أن الاحتلال قد نفذ عملية إعدام جماعي داخل المستشفى الأهلي المعمداني نتيجة لأعداد الضحايا المتزايدة كل دقيقة. نعم، إذن هذه التصريحات نقلها لنا مدير مكتب مساواة في قطاع غزة زاهر الكاشف. إذن الحديث عن احتمال أن يرتفع عدد الشهداء جراء هذا القصف على المستشفى العربي الأهلي المعمداني إلى أكثر
من 500 شهيد، هذا بحسب المعطيات التي وردتنا الآن، وعلى لسان بطبيعة الحال وزارة الصحة في قطاع غزة، وهذا ما نقله مدير مكتبنا هناك زاهر الكاشف. أعود إليك أستاذ طلب الصانع، وكنا نتحدث عن مسألة وهذه الأجندة لنزع الشرعية عن العمل السياسي في الداخل. نعم، ليس فقط نزع الشرعية، هو عمليا تجريم، بمعنى تحويل ذلك إلى جريمة يعاقب عليها بالقانون. الاعتقالات الآن هي ليس لمجرمين، هي لسياسيين عبروا عن موقف، وأصبح التعبير عن موقف ليس فقط غير شرعي وإنما جريمة يعاقب عليها، قمع الفكر وقمع الرأي. وكما تعلم هناك محاولة لتعديل القانون بحيث أن الدخول إلى مواقع تحمل أخبار لا تنسجم مع الرواية الإسرائيلية تجرم وتصبح أيضا جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا يتجاوز المنطق الأساسي للقانون الجنائي. لا يمكن محاكمة شخص على أفكار أو على أحلام، وإلا أن هذا الجنون الطاغي هو ليس على ما يبدو أنه ممكن أو بات ممكنا على ما يبدو أنه بات ممكنا فعلا في ظل هذا النظام. اقتراح القانون هو نعم لملاحقة بدون أن يعني فيش حاجة أنك تكتب أو حتى تعطي إعجاب، مجرد دخول على موقع للاطلاع على الموقع، للاطلاع على رواية أخرى غير الرواية الإسرائيلية التي قد تؤيد الموقف الفلسطيني، يتم تجريمها وفقا لهذا التعديل. وعلى هذا الأساس نحن أمام تحول جدي في الواقع القانوني في إسرائيل، ليس فقط في الواقع السياسي، وهذا نابع بشكل أساسي من فقدان التوازن. والمؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية التي فقدت توازنها، وبدلا أن تبحث عن الفشل لديها وكيف تعاطت وكيف عملت وكيف كان بالإمكان تجاوز ذلك سواء سياسيا أو غير ذلك، هي تحاول رد الفعل المتشنج أمنيا بما نراه من عمليات انتقامية، وسياسيا بما نراه من إجراءات وتعديل قوانين التي تغير الواقع القانوني. إذا قمت بنشر موقف قد تحاكم، ولكن إذا قمت بمشاركة هذا الموقف لشخص يهودي الذي ينسجم كليا وحرفيا مع ما قلته كعربي مسموح، بالتالي هذه ازدواجية. القضية ليس ما قلت وإنما من قال ماذا، يحاكم الشخص حسب الهوية وليس حسب الموقف. سيد طلب الصانع، حتى يعني هناك أصوات إسرائيلية تصف ذلك بالانفلات البوليسي أو الانفلات الشرطي تجاه ما يحدث في المجتمع العربي في هذه الأيام، لكن دعني أخذك ربما خطوة واحدة إلى الأمام وأسأل بشكل واضح، لأن هذه الأسئلة موجودة بشكل واسع وكبير في أوساط مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل. هل نحن جاهزون لمرحلة ما بعد الحرب إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه؟ لا، نحن لسنا جاهزين، يجب أن نقولها بشكل واضح. مجتمعنا ليس مؤطر بما فيه الكفاية، مجتمعنا هنالك إطار فضفاض لجنة المتابعة، ولكن هذا يتطلب ترتيب الأوراق بشكل جدي وسريع. هنالك قيادات محلية وسلطات محلية يجب أن تأخذ دورها على المستوى ليس فقط المحلي وإنما على ضوء التطورات، وأيضا القيادة السياسية ولجنة المتابعة لمواجهة المرحلة القادمة مع دراسة جدية حول ما هو قادم. بعد قراءة أستاذ يعني طلب ما يحدث داخل المجتمع العربي، وقبل قليل بدأت ترد الأنباء عن القصف المتواصل على المشافي، على أماكن من المفترض أن تعتبر محصنة في قطاع غزة، كيف تنظر إلى ذلك وخصوصا أننا نتحدث عن مشافي؟ أخي الكريم، حقيقة يعني من المتواجدين في قطاع غزة؟ المتواجدين في قطاع غزة هم أبناء النكبة. من الذي نفذ النكبة؟ هم من يقوم بقصف المستشفيات الآن.
هؤلاء تم تهجيرهم من عسقلان ومن أشدود في 48 إلى أصبحوا لاجئين في جباليا والشاطئ وأنصيرات ودير البلح وغيرها من المخيمات. الآن يتم قصفهم مرة أخرى مع من رحلهم في 48. للأسف القانون الدولي يجب أن يوفر الحماية، وهنالك في الحروب هنالك قوانين التي تنظم أيضا التعامل مع المدنيين. المدنيين يجب أن يكونوا خارج، حتى الشريك في الحرب إذا أصبح أسير يعني هنالك حقوق وواجبات على من قام بالأسر، كم بالحري المدنيين المواطنين، كم بالحري المستشفيات وسيارات الإسعاف. وعلى هذا الأساس واضح بأن هنالك انتهاك صارخ، ولكن ذلك يسمح به ويمرر بهذا التأييد والنفاق الغربي. نرى كيف موقف هذه الدول الغربية مع أوكرانيا لمواجهة روسيا، وكيف التعاطي مع الفلسطين. ولكن القضية تجاوزت القضية السياسية، القضية الآن أصبحت قضية وجودية في قطاع غزة. قطاع غزة 360 كيلومتر مربع، قطاع غزة فيها 2.2 مليون إنسان، أكثر منطقة ذات كثافة في العالم، وبالتالي أي قصف سيكون له تداعيات. لكن هذا التعديات هذه المرة ليست يعني استثنائية كما يظهر، هنالك استهداف، وهذا هو السؤال الكبير. وبرأيي أن العالم لا يمكن، ومجلس الأمن وهيئة الأمم لا يمكن أن تكون دور مراقب، وإلا ستصبح شريك فيما يحدث. أشكرك جزيل الشكر عضو الكنيسة السابق طلب الصانع.